كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. لا يجوز للمسلم تغسيل الكافر. قال النووي في المجموع: لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذميا أم غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: ولأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت، والكافر ليس من أهل الكرامة والتعظيم. انتهى. لكن هل يجوز للمسلم أن يغسل؟ نحن قلنا الآن ما يجب على المسلم أن يغسل، والكافر كله أصلاً لا يجب تغسيله، يأخذ كما هو ويضع في الحفرة وانتهينا. لكن هل يجوز للمسلم أن يغسل الكافر؟ أجاز ذلك بعض العلماء مع الكراهة، ومنع منه آخرون، فالذين منعوه المالكية والحنابلة، يعني قالوا بتحريم ذلك ولو كانت زوجته الذمية النصرانية. وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجوز غسل الكافر لأنه ليس أهلا للعبادة ولا مكان للعبادة، وإن كان الغسل غسل تنظيف جاز، وهذا قول الذين قالوا بالجواز مع الكراهة. لكن ما حكم العكس، أن يغسل الكافر المسلم؟ قد يموت مسلم في الخارج، أو يموت في مستشفى الممرضون أو الممرضات كفار، فهل نسمح بذلك؟ بغض النظر أنا عن قضية الرجال والنساء، قلنا الرجال للرجال والنساء للنساء، لكن حتى لو توفر للرجال رجل كافر وللمرأة المسلمة امرأة كافرة تغسلها، فهل نمكنهم من ذلك؟ جمهور العلماء على أنه لا يصح، لأن التغسيل عندهم تغسيل عبادة، والكافر لا يمكن أن يقوم بذلك ولا يصح منه ذلك أن يغسل آخر تغسيل عبادة، لأنه ليس من أهلها